يا مساء الخير أو صباح الخير على الوطن العربي والمهتمين بالبيئة في كل نواحيها حياكم الله اليوم عندنا موضوع مهم عن تربية الحيوانات المفترسة اللي أصبحت كأنها موضة أو ادعاء للقوة في بعض الناس طبعاً هذا هو بقطوة تربيه بالبيت هذا أسد تعرف أسد تذكر عدل إمام يوم يقول أسد المسرحية هي اسف. ايضا الذئاب، الاصله، اي حيوان خلق من اجل ان يفترس، هذا خطا. اليوم اجروا معي في قناة الاخبارية لقاء عن هذا الموضوع. طبعا انا معها وانا ضدها، وشلون انت معها وشلون انت ضدها؟ انا معها وانا ضدها راح اوضح لكم. طيب كيف انت يا عبيد ضدها ومعها؟ انا ضدها اي شخص طفل جاهل كبير مواطن عادي يقول خلاص انا اليوم ابربي اسد انا ضد هذا الشيء لازم يكون شخص متخصص في نطاق محدد ويستلم رخصة نستفيد منه مثلا في النمر العربي كيف يمسكونه مثلا اذا احتجناه في مركز الحياة الفطرية مسك الذئاب أيضا في حدائق الحيوان يكون ناس متخصصين ضمن رخص معينة شوف هذا كلب النحم البري اللي أطلقته شوف الآن تكاثر في هذا المكان أما من هب ودب لا أنا ضد الشيء هذا المفروض في رخصة ضمن نطاق معين ونستفيد منهم بدال ما نحاربهم مثل اللي يربون كلاب الحراسة البوليسية طبعا اللي يربون الكلاب البوليسيه موظفينها هذولا يعني ما شاء الله عليهم موظف يدرب الكلب البوليسي كيف يهجم على البشر كيف يقطع وكيف ايضا على بالذات بالحروب يستخدمونها يستخدمونها ايضا في مسك اللصوص او القبض على اللصوص يعني هذا تلقاه متخصص في نطاق معين شخص واحد او اثنين او ثلاثه أو اربعه موجودين ضمن رخص معينة استفادوا منهم ما حربوهم هذا الهدف اللي أنا أبيه أو أريده أو أصبو إليه ما تصير بيد أي واحد تصير بيد ناس متخصصة ضمن نطاق معين معه رخصة سواء السيرك سواء المنتزه بري سواء حديقة حيوان سواء أيضا المحمية خاصة أو مثلا في مركز الحياة الفطرية موظف للحيوانات البرية أو السنريات طبعا الكثير منا يجهل ان من في تاريخنا العربي كانت الحيوانات المفترسه تربى عدي بن حاتم رضي الله عنه طبعا ابن صاحب الكرم المشهور حاتم الطي او الطائي كان يربي الفهود للصيد كان عنده حوالي ثلاثه او اربع فهود يعني ما هي غريبه علينا هذا الشيء وكان العرب يربون الفهود للصيد ايضا في راجستان في الهند في العالم اجمع ولكن في نطاق معينه المصيبه اللي صارت الا وهي انها صارت موضه مع كل الناس متخصص متخصص حتى ما عنده مكان يعني يقدر لا قدر الله وهاج هذا الحيوان يقدر يعني ينقذ نفسه وضعه ببيت عادي وكذا المهم الموضوع طويل جدا الموضوع طويل جدا لذلك اسمعوا هذه المقابله الرائعه طبعا اكثر الناس اللي يعرفهم يربون الحيوانات اصدقاء مقربين وايضا هم ضد ان اي شخص يربي هذه الحيوانات لازم يكون هناك متخصص وايضا لا يدخلون عليها يقول ما ندخل عليها في اي وقت ندخل عليها على حسب مزاج الحيوان ولازم نشبعه انا عارف ناس يربون ذئاب يربون ايضا سود من ضمنهم الصديق الغالي اسامه الدغيري ودائما اتكلم انا وياه ويتصل علي يقول والله يا عبيد انا ضد الشيء هذا ضد انها تكون مع اي واحد وايضا انا ترى ما ادخل عليها في اي وقت او أجوعها او او الى اخره رجل متخصص لازم يستفاد منه هذا الشخص اقولها وانادي لازم يستفاد منه ولا نحاربه ما اقول عشان صديق لا هذا شخص متخصص وأيضا فاهم ومبدع مو بأي واحد حرام ما يستفاد منه أقولها بالبنط العريض حرام ما يستفاد من هؤلاء الأشخاص اللي يعني ما شاء الله عليهم طوعوا هذه الحيوانات بس يستفاد منهم في نطاق معين أما كلمة موضة فهذه مصيبة جاهل طفل صغير الى اخره، ما ودنا قطره دم من اي شخص يموت بسبب هذا الحيوان المفترس، احنا ما نلوم الحيوان هذا حيوان ما يفهم هو خلق لهذا الشيء لكن نلوم الشخص اللي ما عرف يربيه ولا عرف ايضا كيف يتعامل معه بس من باب الفشخره والموضه، احنا ضد هذا الشيء، اسمعوا المقابله اللي اجريت معي في قناه الاخباريه وإذا في خطأ سامحونا. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو عبيد العوني الباحث بالحياة الفطرية، أهلا بك يا أستاذ عبيد معنا على عين الخامسة. أهلا وسهلا وحياكم الله. حياك الله، في البداية يعني هل انتظر المركز يعني إلى أن حدثت مثل هذه الحادثة، حادثة الشاب رحمة الله عليه الله الذي قضى عليه الأسد، وبعد ذلك أصدر تصريح يعني المنع ربما منع اقتناء الحيوانات هذه، أو المنع موجود سابقا يعني؟ اولا اعزي اهل الميت الله يرحمه الله يرحمه ويسكنه الجنه ويغفر له ثانيا هذه اللائحه موجوده عندهم من زمان لكن للاسف اعلاميا لا لم تعمم بهذا الشكل يعني احنا لا نريد ايضا ان تحدث الحادثه ثم يصدر التعميم طبعا عندهم قائمه وعندهم تعاميم وعندهم ايضا موقعين على لائحه عدم اقتناء الحيوانات المفترسه وفيها امر سامي وايضا موقع السعوديه على عدم بيع اللي في القائمه الحمراء المهدده بالانقراض من ضمنها الفهود والمفترسات بشكل عام هذا مفترس خلق لكي يفترس فنتمنى مثل هذه التصريحات المفروض بالسابق هو موجود لكن للاسف الاعلام المفروض انه يوضح اكثر واكثر عن خطر هذه المفترسات. طيب استاذ عبيد يعني مثل هذه المفترسات كيف وصلت للمملكه دام انت كما ذكرت ممنوع اصلا اقتنائها واستيرادها حتى. جلبت طبعا بصور غير رسميه وممكن بعضها بتهريب او في السوق السوداء مثل ما يسمونها للكثير ايضا من المخلوقات وليست فقط الحيوانات المفترسه، هناك مخلوقات ممنوعه وفي القائمه الحمراء وممنوع بيعها اصلا دوليا. وللاسف تتاجر وايضا الحياه الفطريه مركز الحياه الفطريه مانع هذا الشيء وعندهم التصريح وعندهم اشياء ايضا متكلمين فيها لكن للاسف مثل ما قلت وضحت المفروض من زمان يعني محاربه هذه الاشياء قبل ما تستفحل وقبل ما يصير او يقع الفاس بالراس مثل الحادثه المأساوية اللي حدثت لاخونا الله يرحمه ويسكنه الجنه. الله يرحمه ويغفر له، طيب استاذ عبيد يعني مثل هذه الحادثه وغيرها كما ذكرت انت قبل قليل تحت الهواء تعكس ربما وعي الشاب السعودي او المجتمع السعودي بتربيه والتعامل مع مثل هذه المفترسات، هل هناك وعي اصلا للتعامل مع هذه المفترسات لدينا؟ بكل اسف وشيء ماساوي الوعي للاسف قليل جدا، في بعضهم يشوف الاسد او يشوف الذئب وهو صغير واي حيوان وهو صغير جميل شكلا. فيشاهده كحيوان اليف لكن هو لا يعي او لا يعلم ان هذا خلق لكي يفترس هذا هذا بري اصلا وعنده غرائز وعنده طباع للاسف لا نقرا قبل ان نربي اي حيوان لذلك بعض الحيوانات لها غرائزها لها امراضها لها ايضا وحشيتها لها ايضا غذائها الخاص للاسف نحن مثلا نشاهد احد الاشخاص يربيها ثم تقليد الاعمى بكل اسف ولا يعرف ما خطوره هذا الحيوان، هذا الحيوان عنده غرائز عنده يعني حاجات في اي لحظه ممكن يهجم عليك وفي قصص كثيره لو يسمح لي الوقت اعرض بعض القصص عليكم. اذا فيه امكانيه ممكن ولكن ولكن يعني احنا نشوف اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي نشوف شباب كثير مربين لهذه الحيوانات المفترسه اليفه جدا معهم وتتعامل معهم كما يتعامل البشر بي يعني بي على اسلوب الطرفه والنكته هل يوم من الايام ممكن تفترس هذا الشخص طيب في واحد انا ما يوم قلت لك القصص من القصص اضرب مثالين بس في واحد ربى اسد عنده بامريكا اكثر من 25 سنه والف عنه كتاب وقال ان الاسد حيوان اليف. وطبعا 25 سنه هذا عمر حتى الاسد اللبده حقته كبيره دليله دلاله ان عمره اصبح م -م. كبير. فجاه امام الناس وهو يمشي به امام الماره والعالم على اساس يروح يعرض هذا الاسد امام الناس بدون سابق انذار. قام الاسد وعض صاحبه رجله كاد يمزقها. طبعا قاموا اللي موجودين في البخاخات خدروا الاسد. بعدين هو تدارك الوضع ومشى ودخل الاسد قبل ما تسوء حالته طبعا ساله قالوا ليش الاسد صار بهذا بهذه الوحشيه وانت كاتب كتاب ومؤلف قال انا لاحظت ان عنده سن مسوس عنده وكذا والحاله المزاجيه إلى آخره فهجم وقال طبعا المذيع احرجه شوي ليش وليش 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 قال تبي الصراحه قال, لا قال هذا حيوان مفترس هو خلق لكي يفترس وفي اي لحظه مزاجه احنا نحن البشر عندنا مزاج يتقل يتقلب فما بالك بالاسد اللي هو مزاجه اصلا اذا شاف لحم يمشي يا ساتر هجم متقلب عليه متقلب دائما يعني نعم وفيها الحادثه الاخرى لأمريكا ايضا دب كان يربيه ويستخدمه في السيرك ويستخدمه في امور كثيره بينما يعرض يعني على بعض بروفات قبل ما يوديه وكانوا فيه الاشخاص يتفرجون عليه بدون سابق انذار طبعا كان اليف وله مقاطع ويصور معه افترسه واكله ما هو فقط هجم عليه لا اكله لان الدب للاسف في بعضهم ما يدري الدب مخالبه بعضها تصل الى هذا الحجم اذا ابرزها الاسد كفة الواحد اذا ضرب الغزال يطير خمسة متر هذا بس الكف فما بالك في الاسنان فما بالك في قوة العضلات فما بالك في الإقدام في أمور كثيرة جدا طيب استاذ عبيد يعني بعض الناس الان المربين لهذا وانت مثل ما تعرف يعني اسعارها مبالغ فيها جدا وغاليه يعني يقول انا هل اسلمها لمركز الحياه الفطريه وتذهب اموالي سدى خلاص راحت فلوسي وتربيتي واستثماراتي في هذه الحيوانات والله بكل امانه انا اعرف ان الاسود غاليه يعني بعضها تصل 50 الف بعضها 100 الف وسوده ايضا ودببه كما ذكرت دببه وسود ذئاب امور كثيره جدا اي حيوان مفترس وانا اقدرهم للامانه لانهم صرفوا عليها اموال وصرفوا عليها اشياء وربوها من يوم الصغار فهم خايفين ان المركز هذا راح يصادرها ومثلا ممكن يعرضهم الى العقوبه الى اخره صدقني المركز باذن الله وانا ماني طبعا محامي عنهم لكن اللي اعرفه عنهم انهم ايضا يستقبلون احسن استقبال اهم شيء نلحق شيء قبل ايش ما يستفحل اما بالنسبه لبعض المحميات بعضهم يربي بعض الحيوانات المفترسه النادره المحليه عندنا على اساس يحافظ على النوع من الانقراض هذا لابد ان يتم تصريح له من مركز الحياه الفطريه وايضا يعلمونه الطرق الامنه لا قدر الله على اساس ما يتعرض له ولا احد من اهل البيت <applause> والاخطر من هذا كله ان في بعضهم يربي الحيوانات المفترسه وين؟ من داخل النطاق العمراني وهذا خطير. طيب يوم نسيت مثلا طلع هذا جاع مثلا وفي بعضهم يجوعها وفي بعضهم مثلا ما يعرف يتعامل معها ولا يعرف حتى سلوكها هي لها سلوك لها غرائز بضرب لك مثال بسيط في امراه من الباديه ربت لها ذيب صغير وهذه قصه مشهوره فالذيب هذا ربتها على واحدة من المعزة م. كبر الدين طبعا هي توكلها عادي يوم من الأيام دخل الراعي عليها وقال يا عم هالحقي وش اللي صار قال المعزة حقتك مذبوحات قلت وش مذبوحات أنا حطتها بحوش جت لقت الذيب اللي كان يرضع من نفس العنزة هذه مفترسها فوقفت وسألت بنفسها من علمك أنك ذيب يعني وش هذه غريزته هذا الحيوان للمعلومية عن أساس نعرف الذئب عن الكلب الله يكرمكم الكلب فيه وفاء 80% أوفى من الذيب الذيب وفي بس من هو له الرئيس المجموعة ما هو وفي للإنسان أيضا حتى الأسود والحيوانات هذه بينها عداوة بين بعض الأسد والأسد هذه ممالك له ممالك فلما يقدم أسد آخر ممكن يقتله على أساس مملكته على أساس صغاره فممكن ايضا يشوفك انت يلي انت مربيه وكذا ممكن يشوفك انك منافس له في هذه المنطقه لا لابد ان يعرف الشخص قبل ما يربي اي حيوان غرائز هذا الحيوان للأمان يعني اي شيء مفترس انا اشوف انه لا يربى لان هذا خطره اكبر من فائدته جميل ابقى مع الاستاذ عبيد المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه بعد حادثه مقتل الشاب أعود إلى ضيفي في الاستوديو الأستاذ عبيد العوني الباحث بالحياة الفطرية، أستاذ عبيد أنت تحدثت قبل قليل تحت الهوى وذكرت حادثة يعني الطفلة الواشلة التي راحت ضحية الكلاب أكرمكم الله قبل قبل أسابيع. هل هناك كلاب مفترسة حتى يعني جاءت نتيجة تربية يعني البشر لها وأيضا تهجينها في الشارع؟ يا سيدي الفاضل الإنسان هو بعد الله سبحانه وتعالى هو من يحافظ على البيئة هو أيضا هو أيضا من يدمر البيئة. للاسف نحن نقوم في اخطاء بسيطة ولا نعرف انها ممكن الاخطاء هذه تكبر وتتنامى. عندنا الكلاب الضالة هذه مشكلة، فبدأت تتكاثر بسبب بعضهم يعطي الطعام لها وايضا يرميه في اي منطقة فوسخ علينا الارضيات ووسخ علينا امور كثيرة جدا. والمفروض ان بغى يعطيها طعام يعطيها في اماكن مخصصة وفي اشياء معينة. المصيبة اللي صارت عندنا ان في بعض الناس يربي كلاب للموضة الاسود بعض الاحيان الذئاب، بعض الاحيان يطلع كل شوي طلعتنا موضة، تمام؟ حتى القردة تمام؟ واشياء برية. انت ذكرت حتى القطط ايضا في حتى القطط مفترس نعم فيه. حتى القطط بعض الاحيان اذا ما عرفت تتعامل معها ممكن تجيك جرثومة القطط ممكن تهاجم عليك اذا جاعت، مثلا ممكن ايضا تسبب لك خدوش، يعني لها سلوك معين لازم نعرف هذا السلوك. لكن القطه يعني ارحم ارحم بكثير عن هذه الحيوانات. نجي يعني للذئاب والحيوانات البريه هذه لها غرائز غير هذه لها غرائز غير من خلال خبرتنا في غرائزها. نجي للكلاب الضاله. هناك كلاب طورت وهجنت من اجل الافتراس. من اجل صيد الدببه والخنازير البريه في بعض الدول. فهذه اصلا معدله ومهجنه مع بعض الكلاب الاخرى بعض الاحيان حتى البريه منها. مهجنه على اساس تهجم على الناس، بعضها تستخدم في الحروب، بعضها تستخدم في الكوارث، بعضها وهذه تستخدم وصلت لدينا في السعوديه نعم بعضها تستخدم يا سيدي الفاضل حتى لمطارده اللصوص والقبض عليهم. مه. فهذه اصبحت للاسف تربى في بعض البيوت والمشكله اللي يربيها اطفال صغار شاف موضه يعني شاف خلاص انا لازم اربي هذا النوع، هذا النوع بعضها من اقوى فك بعد الضبعة من أقوى الحيوانات فك بالعالم هذا يساتر هذا ممكن يقتل الطفل أيضا بعضهم يربي الأصلة والأصلة تعبان هذا ويحط عنده طفله الرضيع هذا ممكن يعصره يعصر عصر تفترسه فبعضهم للأسف ما يدري فالكلاب هذه ربوها مفترسة خطيرة والمشكلة لا تصريح ولا ايضا معها حتى يعني ورقه او مثلا شريحه للتتبع لو ضاع ويبيع بسوق الطيور او في بعض الاسواق او في السوشيال ميديا لاي واحد عادي طفل اي واحد اهم شيء يجيه فلوس بعد ما يربيه وش يصير؟ يمل منه بعد ما يمل منه يطلق هذا الحيوان او هذا الحيوان يهرب وين يروح يتهجم مع الكلاب الضاله الاخرى فتطلع عندنا سلاله لا تخاف يعني لو شاف الطفل عدته بدت الآن غرائزها القديمة بدت تظهر خلاص شاف طفل هذا فريسة فهذا اللي حصل وللأسف يحصل وأنا شفت بعيني حيوانات مهجنة خطيرة موجودة حتى في وادي حنيفة تمشي مهجنة وهذه بعضها حتى أنا هجم علي لذلك لابد من التخلص منها بطرق يعني صحية بطرق مناسبة جميل. لا, لا, للتسميم يعني لطرق أفضل وأيضا توعية الناس ومنع بيع أي حيوان مفترس أو حتى من الكلاب الضالة أو الكلاب اللي مصممة للإفتراس أو الخطيرة في المنازل يعطيك العافية الحديث معك ذو شجون الأستاذ عبيد العوني الباحث بالحي الفطرية شكرا جزيلا العافية سيدي